مرحبا بكم متابعي. اليوم نحن مع المرأة ومن أجل المرأة ومن أجل حضور المرأة. من يقول إن المرأة نصف المجتمع فهو غلطان، فالمرأة هي كل المجتمع، هي في البيت، هي في العمل، هي من تكون جانب الرجل من أجل الحياة. والحرب أيضا أثبتت هذا، والذي يقول غير ذلك فهو أعمى. السلام عليكم أستاذة. أهلا وسهلا نعائم، معك دكتورة نجيلة سلطان المعمري، مؤسسة تنفيذي لمركز الدراسة الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل. طبعا هذا اليوم اللقاء الأول النسوي كخطوة جبارة عملتيها. أول مرة أعرف أنه هذا العدد الكبير من النساء المتواجدات بهذه القاعة معهم قرارات إدارية، ولا يوجد ذاك التفعيل الحقيقي لدورهن الأساسي. ممكن تتكلم عن هذا الموضوع؟ طبعا اليوم يشرفنا كثير يا عزتي نعائم أنه نحن بالشراكة مع لجنة الوطنية للمرأة فرع تعز اليوم نعقد اللقاء التشاوري النسوي الأول في تعز، وهو اللقاء التشاوري النوعي الأول في هذه المحافظة. من سنوات لم يتم عقد مثل هذا اللقاء التشاوري، والشيء الإيجابي في هذا اللقاء أنه ارتكز أو تسليط الضوء على جميع النساء اللواتي لديهن قرارات إدارية في المكاتب التنفيذية والمكاتب الإدارية داخل محافظة تعز، والبعض منهن لأول مرة يدعى مثل هذه الورش للتعرف أو الإدلاء بماهية الأقسام أو الإدارات التي يرأسها، أن يتعرف على النساء الأخريات في المكاتب المختلفة، أن يتشاركنا الهموم وما هي التحديات والصعوبات وما هي الفرص التي يمكن أن من خلالها أن يبنوا عليهن كيف يمكن أن يكون التمكين الحقيقي، وكذلك فرص المعرفة على الحقوق التي يمكن الحصول عليها. فترة من الفترات قبل الحرب كان حاجة اسمها انتخابات النساء في المجالس المحلية عشان تكون قادرة وموجودة. كانت أول امرأة موجودة في مجلس النواب ورأس، فنحن نريد أن يكون، لا نريد الكوتة بقد ما نريد العدالة والتساوي. معك في هذا الكلام عزيزتي نعائم، والتنويه كذلك بأن هذا اللقاء التشاوري الأول وليس الأخير، وهناك سيكون اللقاء التشاوري الثاني والثالث إلى أن نصل إلى المؤتمر الجامع للنساء في محافظة تعز، وسوف يكون ممثلا فيه جميع النساء في جميع القطاعات سواء كان في المدينة أو الأرياف. نعم نريد أن تصل النساء، وليس فقط تمثيل كوتا، ولكن نريد تمثيل حقيقي ونوعي من خلال هذه النسبة التي دائما نطالب بها. أنا أعرف أغلب النساء هنا موجودات واخدات شهادة الدكتوراه، وليس نساء عاديات، نساء عارفة ما معنى الإدارة والعمل. أريدك تتكلمي عن هذا. طبعا الجميل أنه اليوم كمان في نساء، من خلال التعريف بهؤلاء النساء هناك نساء حصلت على الماجستير، وهناك نساء حصلت على الدكتوراه، هناك نساء حضرنا من المديريات مثل مقبنة شمير ومن صبر وكذلك من الشمايتين، مع الاحتفاظ بوجود عدد كبير من المديريات المدينة وجميعهن في مستوى تعليمي متقدم. نشكر لهن هذا الحضور وتلبية الدعوة وكذلك التفاعل الإيجابي الحاضر في هذه القاعة. إذن تعز دائما ولادة بالنساء القادرات على العطاء والعمل. هؤلاء جميعهن نساء معهن قرارات إدارية، ولكن المجتمع الذكوري الذي دائما يصر بأن يكون هو فقط وإهمال وجود المرأة، رغم من أجاب أو من وقع هذا القرار رجل، ولكن رجل شجاع، ونقول له شكرا على أنك قدرت وجود المرأة، ولكن يوجد هناك من لا يقدر وجود المرأة في هذه الساحة التي هي معترك الجميع، مرأة ورجل على حد سواء، صح؟ نعم، نحن نحتاج لدعم الرجل لشقيقته المرأة أو النساء في التمكين الحقيقي، فلا تمكين من غير هذا الدعم الحقيقي والذي سوف يخلده التاريخ. أنت نقحم الأستاذ صبوح حبيبي، أنت المرأة الوحيدة المتواجدة من 2003 متواجدة بالمحافظة كإعلامية متميزة. أنا أول ما دخلت المحافظة وجدت الأستاذة صباح قبلي كإعلامية متواجدة وحضورها الأساسي في الإعلام، الآن أصبحت قيادية متميزة في جميع الأحزاب السياسية ولها دور فاعل. الآن ستتحدث عن المرأة ودورها.
للمرأة دور أساسي وفاعل، وهي شريك أساسي في مختلف مراحل التطورات الإدارية والسياسية، خاصة في محافظة تعز. المرأة لعبت وما زالت تلعب دور بارز وما زالت تناضل في هذه المحافظة، سواء في الجوانب السياسية أو في الجوانب الإدارية، إلا أن هناك تهميش وإقصاء للعديد من النساء. نحن اليوم في هذه الفعالية والتي جمعنا فيها النساء من مختلف المكاتب التنفيذية، النساء واللواتي يمتلكن القرار من مدير عام إلى مدير إدارة إلى رئيسة قسم، هؤلاء جميعا لهن قرارات، ولكن نأمل أن تكون هذه القرارات مفعلة التفعيل الحقيقي، ونأمل أن نخرج أيضا من هذه الورشة وهذا اللقاء الرائع بآلية موحدة للتمكين الحقيقي للنساء وإعطاء الفرصة الحقيقية لهن لإثبات ذاتهن في مختلف الإدارات وفي مختلف المكاتب التنفيذية. طبعا هذه الصباح الذي لا يعرفه أحد، عمل من أجل المجتمع بصمت، ولكن من أذكر في انتخابات معينة ستتحدث لنا عنها، ذكرين احنا بأيام انتخابات وكيف التعب، وكنت رئيسة لجان أصلا. كنت في لجنة إشرافية على مستوى المحافظة، عملت كثيرا في على مستوى اللجان، عملت أيضا كعضوة في مؤتمر الحوار الوطني. نحن أبناء هذه المدينة، لن ندخر جهد ولن نتوانى في التفاني في تقديم أي خدمة وفي مختلف المجالات وفي مختلف الأوقات من أجل المحافظة ومن أجل النساء بشكل خاص. مثل صباح وغيرهن من النساء الذين دخلون المعترك من أجل أن نكون نحن متواجدين، جميع النساء المتواجدات هنا بدأوا من أيام صباح، والأستاذة كثيرة، رمز الإيراني، فوزية نعمان، كثير من الأسماء، سعادة العبسي، أسماء هي التي بدأت وفتحت معترك من أجل وجود المرأة. سلام مع عليكم، وسلام على روح رؤوف حسن، وسلام.